أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله عوا واسكسوا قابلنا هنا قال عليه رحمة الله الشيخ يوسف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين إن صفحة أفر بقول يسغال يتدباتا وقد تقدم قال أبو بكر بأن نصر في والذي نفس بيده لأنقع من السماء يا أحب إلي لا يجك الجعيل بديه من أن أترك شيئا إن أنكتك قاتل عليه رسول الله ونبي محمد قدق علمي عليه السلام لك وحس إلا وقاتل عليه أن قدق علمي فقاتل العرب أي الله دق علمي نبي صلى الله عليه وسلم حتى رجعوا إلى فقاتل العرب ayuu la dagaalamay hatta rajacuu ila islaam marka waxa la dagaalamayna waa Abu Bakar waqtigii ridada rawahu al-adani an umar wa inda shaykhayn wa ahmad an abi hurayra fa dhakara al-hadith wa fihi qala abu bakr wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah telefonada la inaga raxda la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakati fa inna az-zakata haqqul mali wa yan wallahi law mana'una 'iqalan dabar kanu yu'addunahu aysinha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la qataltuhum alayhi wa taqaddama qawlu abi bakr walladhi la ilaha ghayruhu law jarratil kilabu hadi aidu ajjidatu bi arjuli azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ما ردت مسعولاً إن جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت مفري بير لواء علن عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي صلوات الله وسلامه عليه وحري أنه مسعولاً هيا بير لواء ونبي عليه صلى الله وسلامه وحري فوجه marka wuxuu siidaye usamata yani usama jeshi usama ayu abu bakr radiyallahu ta'ala anhu ayu xiray ayu yani siidaye halka ku sii socday u diray akhrajahu al-bayhaqi an abi hurayra wa 'inda as-sayf an urwa qala fi raqala abu bakr radiyallahu ta'ala anhu walladhi nafsi bi yadihi abi bakr law dhanantu anna as-sibaa'a takhtifuni ayyuri abu bakr hadi warabuhu u iqadan laha yani illa iga hal laha la anfadtu ba'tha usama jishka usama wan diri laha kama amara bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walau lam yabqa fil qura magaloyinka aduna ku soo hadhin ghayri kaligay mooyana cid kale la anfadtuhu idan ka usama wan diri laha wa inda ibn asakir an urwa qala abu bakr radiyallahu ta'ala anhu انا احبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا النبي محمد دري ما انا جوجين لقد اجترأت على امر عظيم ارن وين ايان كديرداي ايضا النبي محمد دري هدان جوجيو والذي نفس بيده لان تميل علي العرب عرب اودن ان يسو كيسو بهيستو احب الي من ان احبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امديا اسامه في جيشك اسامه عيدن كاغا كسو للوجه الذي امرت به هل كي لو درينا كسو ثم غزو كدبن الدول حيث امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحيه فلسطين دنك فلسطين ابح والنبي قدر عليه السلام وعلى اهل مؤته أهل مؤتة وماشي دقالك عنك أها أي صحابة كل شهيدين جعفريو ما أنتنا كل الأردن بيكوتا الله فإن الله إلهي سيكفي وكاكا في يليا ما تركت وحد كتكت إلهي باكا وكيلها وعند سيف عن الحسن أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخذ باللحية عمر بوقبت وقال في رثكلتك أمك يا عمر الخطاب أؤمر غير أمير رسول الله ما أمير كنبي محمد وعيمي قفنا هين بان عيما أبو بكر أي عمر تلسي يهيد المهن يرمشا كبدل وقد تقدم تلك الروايات مطولة من جزكي كوبات كسور دافن بشيخ ير عليه رحمة الله وأخرج أبو النعيم في الحلية عن سعد بن أبي وقاص قال حين قالت حفصة بنت عمر
قالت حفصة بنت عمر أياتر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبا هذا الحدث هو ألين من ثوبك يعني مرضنا وتطق يعني كل إنسان وكجل إنسان هذا الحدث وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع الله من الرزق إلهي بأرزق دك واسعي وأكثر من الخير بدي فقال حيري عمر بايري إني أخاصمك سا إني أخصمك أخاصمك سدهوستك تلا أيا سحا إلى نفسك يعني النفط هذا أيام كوكو باني أنا هذا إبان ويان ويحكم أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش نلشي أتكيد النبي كنجر عليه صلاة الله وسلم وصو حفصة محسوس ند فما زال يذكرها مون كزول إنو حسوسي حتى أبكاها يعني نلشي النبي إنو عمر حفصة حسوسي حتى أيكو إيدي حفصة فقال الله وحكير والله إن قلت ذلك وحانا كوشي أحواش النبي هذا أي شيء أما والله لو استطعت هدان كر لا أشاركنهما لبدي إجهري سيد النبي أبو بكر وان ولو ذاكسم بمثل عيشهما الشديد رشي أتكيد أيدون كذب حنان وان قراعي لعلي أدرك معهما عيشهما هل غيابا إن رشي كجيران الرخية يواسع الجنة إن جاد لغيابا وأخرج ابن سعد عن المسعب بن سعد من نحوه وقد تقدمت الروايات المطولة والمجملة في ذلك في زهد عمر وإنك كسر دافني وأخرج هناد عن أبي أمامة قال حير بينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في أصحابه إذا بقميص وقميص بويري كرابيسا عد أو قطني أو دنك سميسن فلبسه عمر باحي فما جاوز تراقيه هل كالحنتها سكول كونات عافينين قميس كيف حدي كل كالحنت السعودة وجسي وضع أيا قال فير الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي الله وحما هدل إهو يوحن عورد إذا كو أسطورة وأتجمل به في حياتي ثم أقبل على القوم أي قابل عمر فقالوا هل تدرون لما قلت هؤلاء الكلمات قالوا لا إلا أن تخبرنا إن النور تمويانا قالوا فإني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأوتي بثياب له بلوكن جدد وجديدها فلبسها ثم قال نبوحير الحمد لله الذي كساني ما أوري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال نبوحير والذي بعثني بالحق ما من عبد مسلم كساه الله ثيابا جددا وفعمد أقصد إلى سمل تركيس بالغها من أخلاق من أخلاق يعني أخلاق دو بالغدنا تركي عصباب وحدي كي بالغها أقصد يوم فكساه وحوه يكي بالغها عبدا مسلما مسكينا لا يكسوه مهويني إلا لله كان في حرز الله بوقف كاسي أهذا حفظك إلهي وفي جوار الله بو أهذا وفي ضمان الله بو أهذا ما كان عليه منها انتو قفك أدونكها كسارا يهي سلك حبت دنها انتو لركي دنكها دي حفظك إلهي بذكو جلتا حيا وميتا قال ثم مد قميصه عمر با قميص كيسي فدي فأبصر فيه حوارك فضلا زيادة عن أصابعه فريسة كزياد سن قميص كي كل حداي أيوة أركينه فريسة إن كزياد دي حاجة جعنتي إن زيادة كو أركي فقال لعبد الله والكسيب كيري أي بنيا والكيغيو هات الشفرة شفرة هرانس مرة معنا دوام حي من دي إيه كان فقام ابن عمر بيساق فجاء بها وحو ابن عمر كان من دي فمدكم قميصه على يده قميص كيسي عمر اسكو دريريي فنظر وحيوه ما فضل عن أصابعه انتي فرها كزيادي فقده مركاسو انتي زيادة من ديدي كوغوي قلنا وحن يا أمير المؤمنين ألا نأتي بخياط خياط منكو كينا أو فيكف هذه يعني لما قميص كي محالو قوي قل كي مدلو قوي نسابه نغن كلا داران دي دونتي وحيوه صبح الزماء وحالو يرى خياط انتن كاتولا وكو قرحية مكو كينا
ألا نأتي بخياط فيكف هذه أنت هكاقب تودي هكاقب تولي قال حير لا قال أبو أمامة يري ولقد رأيت عمر مرت بعد ذلك وإن هد بذلك هد بيانا وفيق إيا طرف كي مرأي قميس كيسي منتشرة يضفر السن وبهسا على أسابعه ما يكفها عن طولي يعني قميس كي وكبقو يي سوى إسكاد دار دادن هيا وحان الكبير منتشر وإسكاد بهسا. وعند أبو النعيم في الحديث تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حير لبس عمر بقميص جديدا ثم دعاني بشفرة فقال مد يا بني كم قميصي قميص كيجا كم كحل لو حقا هرجع أنت لجحده وألزق يديك يعني كل جيجا أنت هذا بأطراف أصابعي فرهيك كدرري ثم اقطع ما فضل عنها وحي زيادة قميص كن حقا أنت جو فقطعت من الكمين بنك قوي من جانبه جميعا لبدي دينا بحنك قوي بكم كيسي كم كنا وقعنت قال من جانبه فصار فم الكم بعضه فوق بعض مرضي يكم كي قعنت بدي استلفل فوشي فقلت له يا أبته يا أبته أب لو سويته بالمقص كورا دان مقص وقالون كوغسمو قميس كرادادير فقال دعه يا بني هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فما زال عليه حتى تقطع قميص كان أبو عمر وتيلا وكذا ماضي وكان ربما رأيت الخيوط مرمر وحنرك يدنتي تساقط على قدمه لقوه سكود هذا الحس دنتي بكذا هذا الحس دنا كما الله وهو أمير المؤمنين وأخرج البخاري عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن حجر الأسود كيب كيري أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك كردن كذين ما استلمتك فاستلمه ثم قال أما وما لنا والرمل أنك يقعلينت بين السفا والمرمى محانك لقال محان لا أرضينا إنما كنا وحان أهين رأينا وحان استسين به قعلين تابع المشركين مالك المشركين تنستوسن إن حب بدنهاي ولقد أهلكهم الله إلهي بقريش هراقي ثم قال حير شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه هذا ناسيك بأسلاد فير وحما دام النبي كأرينيك كما تقينه كذا في البيت وأخرج ابن أبي شيبة ودار القطني في العلال عن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجر أي استاذ فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله حد كذي ثم حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوقف عند الحجر الأسود ثم قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كذا في كنز العمال وأخرج أحمد عن يعلى بن أمية قال طفت مع عثمان أيا لطوافي فاستلمنا الركن الحجر الأسود قال يعلى راوي نبا وحيري فكنت وحنها مما يلي البيت قولي كعبادا أنا مركا أكتاقنا فلما بلغنا الركن الغربي لنك عراقي مغرب مركو قولي كسو قاري كعبادي أنا لنك قلباتك الذي يلي الأسود جررت بيدي عثمان بن قعنت سوجيده ليستلم انه رك حجر الاسود كينك كلا انه دنك كلا كدوب قدم فقال خير ما شانك حديث سوجيده قلت الا تستلم حجر كان غربي اهنا دنكو حجر الاسود او دنكت فقال الم تطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي جميعا لا طواف قلت بلى قال ارايته يستلم هذين الركنين الغربيين لابد الركن الغربي اسو دنك النبي ما اركته قلت لا فقال أفليس لك فيه أسوة حسنة يعني كو أسوة من محي النبي أسوة حسنة قلت بلى قال الحير فانفذ اسكد عنك يعني هذا ما حجر الغرب اسكدتك بيري إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.